السيارة المفخخة كانت موجودة في مكان تجمع في خليج نعمة، وحالياً إحنا بنجمع كل الأدلة من مكان الحادث. اللي نفذ العملية دي واحد اسمه أشرف سعد الهلالي. البحث الجنائي بيجيب تاريخه كله دلوقتي. اللي نفذ العملية قدام الدنيا كلها يا علي هو إسماعيل المعتصم، والروس بيربطوا بينه وبين الدساس. الدساس هو اللي عمل كده؟ اللي عمل كده بيرد على عدم تسليم للدساس. لو انت بتحبيني قوي قوي وشفت اللي بيحصل فيا ده، قمت فرقعت نفسك وقلت الجهاد لله، ابقى انا غلطان في حاجة؟ انا كان في تقديري ان تجهيزي ليك هياخد وقت اطول. اللي هطلبه منك المرة دي ما فيهوش امتحانات ولا دروس. أنا عايزك تجيب لي المعتصم هنا. فهم كده كده مش هيسلموني. خلاص يلبسوا بقى. ما أنا قلت لكم قبل كده المعتصم مات. ولو ما ماتش هيبقى فين؟ في حته ما يعرفلهاش الجن الازرق باب. والله ده مش هتخبط على باب وتقعد السهره معاه زي انا وانت كده. جاب الله ما بيفتحش باب بيته الا لتجار السلاح وللنسوان. مكانه فين؟ انتوا دخلتوني سجن المغارة عشان عايزين صورة الدساس، ماشي خدتوا اللي انتوا عاوزينه، بس انا بقى طلعت انصح منكم ووصلت له قبليكم وبطمن الدنيا كلها دلوقتي عليه. الولد فين يا فهم؟ اقول لك وما تزعلش. هو كان عندي بس زمانه دلوقتي عندك. وصلت ليه يا طارق؟ مفيش أي اتصالات حصلت 103 يا فندم. معلومات اللي عندنا مش واضحة. بس احنا ممكن نعمل اتصالاتنا هناك ونحاول نعرف ايه اللي حصل. لا. سبق قلت لك إن المهمة دي في منتهى السرية. عايزك تخليك متابع ثانية بثانية. تمام. عمالة لا يابا، هرجعك مطرح ما جيت حتة حتة في الزكايا عشان يعرفوا مين قابض ويعرفوا أن أرض الده أرض الدم ما فات لزيك مكان. خلصت رغي؟ وديت المعتصم فين؟ لسحبك يا فحمو المعتصم فين؟ قلت له يا كبير، قلت له ما صدقنيش. المعتصم مات من زمان، بس الظاهر بقى انكم مش هتيجوا بالذوق، لازم الدم يبقى للركب. لاخر مره هكرر سؤالي، المعتصم فين؟ اعتبر السؤال ده حفله تشويح ميت. اوتيل برنسس في مخدشو. ايوه عبد الرحمن توكال. مين عبد الرحمن توكال؟
واحد زيك كده جاي هنا عشان المعتصم؟ ليه؟ عاوزين يخلصوا منه، عايزين يجيبوهم من حلايب بعد ما اتخطف. هما مين؟ اللي عملوا الدرباكه اللي احنا فيها دي كلها، الميديا والارهاب والقرف، واللي عملوا الدساس. عايزين يخلصوا منه بعد حادثه البحر الاحمر لما عرفوا انه عايش لسه. ثلاثه بالله العظيم ده كل اللي انا اعرفه. ابوس ايدك ما تموتنيش، انا قلت لك كل اللي انت عايز تعرفه. ومين قال لك اني هموتك؟ انا هعمل لك اللي كان نفسك فيه، هرجعك المغاره. ما كانش المفروض تعمل كده. ايه الاخبار يا زكريا؟ الروس مصرين يكملوا تحرياتهم، محدش عارف مصدر معلوماتهم، محدش عارف ايه اللي معاهم على المعتصم. لا معاهمش حاجه، حتى الدساس ما يعرفش مكان المعتصم فين. تفتكر كده؟ لما نلاقي المعتصم هنعرف كل حاجه. ايوه بس الوقت مش في صالحنا، النار اتفتحت علينا من كل حته، والحادثه مبهدله السياحه ومبهدله سمعتنا. الدساس عمالين يسألوا قاعد عندكم بيعمل ايه؟ المعتصم محدش عارف مكانه، وعشان نرجعه لازم نعمل عملية، وده مستحيل في الظروف دي. هعرف ارجعه يا زكريا، هرجعه وهحطه قدام الدنيا كلها، وقدام كل اللي بيحاول يورطنا. بلغ علي يكثف تحرياته عن الواد اللي نفذ العملية. اي خيط ولو حتى بسيط هيساعدنا كتير. على السلامة يا علي بيه، عاش من شافك. الله يسلمك يا شيخ ربيع. طبعا عرفت اللي حصل في شرم الشيخ. حدش دير يا علي بيك، ده انتوا جالبين الدنيا كلها. الله يرحم الجميع. امين يا رب. بس الدنيا كلها اتكلمت الا انت، انت اصلك تقيل بقى وبتحتاج زيارة مخصوص. انا بحكي مع اللي الي حكي معه، وزي ما خبرتك قبل سابق على انفاق ابو راغب وكرمتني، انا اعز كرمك الي. ليش يا شيخ ربيع؟ حقك عندي، بس برضو على حسب اللي هتقوله. علي بيك، اللي بتدور عليه مش واحد، دول اثنين، وعدوا الانفاق من اسبوع. قولش الكلام ده من بدري ليه؟ حلمك عليا يا علي بيك، انا اللي بعرف وبقوله على طول، واللي عرفته عرفته بعد الحادثه من طراطيش الكلام. طراطيش الكلام دي قالت لك ايه؟ قالت محمد صبري الدساس، وطول ما الدساس عايش اللي حصل ده هيحصل ثاني وثالث. شيخ ربيع، ما تدخلش نفسك في اللي مالكش فيه. أنا بقول اللي إلي واللي علي. الولاد سمكروا عربية مسروقة من العريش وغيروا نمرها، ودخلوا السوق في شرم الشيخ بجواز سفر سهيل. هما فين دلوقتي؟ هنا في رفح. ماشي يا شيخ ربيع، تمامك عندي. علي بيه، أنا ما خلصتش كلامي. الولاد هدول مش سهلين، وأنت معزتك عندي بالدنيا،
تمهل في كمينك أحسن ما تقع في كمين. شيخ ربيع، هو أنا مش قلت لك ما تتدخلش في الملكش فيه؟ شرفت يا علي بيك. Atom, good morning. I just wanted to inform you that I arrived to Mogadishu. I'm expecting our friend to send a message confirming the meeting. No. There is no negotiation between him and I. I want Mu'tasim, and that's all. Isn't enough that he has hidden him all that time? You know how he works. He'll be putting Al-Mu'tasim up on auction to get the highest price on his head. The situation we have to deal with. Atam, are you there? Listen to him. I want to know the price he wants for Mu'tasim. I'm going to ask you something else, very important. I want you to erase all communications between you and me. Calls, SMS, emails, everything. Don't worry. I will find a way to contact you. Okay, we'll do that. Hotel, may I help you? Yes, please. I have a package to be delivered to Mr. Abdulrahman Yusuf Tukar. I believe he is staying at your hotel. Mr. Abdulrahman Tukar is in room number 228. Thank you. المعلومات دي لسه واصله حالا يا فندم، وجاب الله اعلان انه تم اغتياله. ومية وثلاثة عمل اتصال يا فندم بالفندق الموجود عند حضرتك في التقرير من حوالي ربع ساعه مثلا. متاكد ان هو؟ ايوه يا فندم، المكالمه تمت من الخط الامني اللي معاه. خليك وراه يا طارق، من غير ما تكشف بياناته لاي حد. مفهوم؟ طبعا يا فندم. احنا حصرنا الاماكن اللي عندنا، العيال دي مستخبيه في مربع سكني. مشكله مكان زي ده بيبقى معظم البيوت اللي هناك علي بيه منفذه على بعضيها، لان دي منطقه انفاق. ده معناه ان قدامهم الليله بكثير ويعدوا الناحيه التانيه. علي بيه اسمح لي، العمليه محتاجه وقت كافي، على الاقل نحدد البيت اللي فيه النفق ونامنه قبل ما ندهمه. للاسف يا رفعت باشا، انت عارف انا ما عنديش وقت. العيال دي هتتجاب الليلة. مفهوم طبعا، بس أنا حبيت أوضح مكان زي ده فيه مدنيين. مفيش مشكلة خالص، هنعمل حسابنا في أقل خسائر للمدنيين دول. تمام، وأنا هنزل عملية بنفسي عشان أعفيك من أي مسؤولية مباشرة.
معرفش. انت امحيت. معرفش. انت معرفش. هربوا منه ولا ايه؟ مفيش دلوقتي حل قدامنا غير المعتصم. المعتصم ما عملش حاجة يا زكريا. عمل. قدام الدنيا كلها عمل. البلد اترجت باللي حصل واحنا لازم نرد. عايزين المعتصم نجيب لهم المعتصم. اوعى تقول لي انك ما تعرفش مكانه. خلال 72 ساعة هيكون عندك. الو الو مستر توكال؟ يس. The car will be at 10 o'clock in the hotel. اوكي I'll be there. Thank you sir.